السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dias sem condições, tá tudo alagado. Você tá doido. هطلت أمس أمطار غزيرة على البرازيل مما تسبب في انهيارات أرضية وسحب السيارات على الطرق في عاصمة الولاية، حيث أغرقت الفيضانات مدنا بشكل كبير جدا وأصبحت المدينة في حالة طوارئ. بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وتستمر الأمطار الغزيرة في ولاية ميناس جرايس في إجبار العائلات على مغادرة منازلهم، حيث تسبب الطقس السيء والأمطار الغزيرة في أضرار جسيمة وقع العشرات من الضحايا في البرازيل، وخاصة في المنطقة الشمالية الشرقية، وتسببت الأمطار الغزيرة والسيول في دخول المنازل وأضرار في الأسلاك الكهربائية، حيث عانى بعض السكان لانقطاع التيار الكهربائي. وطالبت السلطات من الناس التحلي بالصبر، لأنه سيتم تحرير حركة المرور بعد تحليل الوضع. ومنذ أيام تعرضت ولاية ميناس جرايس لأمطار غزيرة أجبرت أكثر من 100 بلدية على إعلان حالة الطوارئ. عانت البرازيل من خسائر بشرية ومادية خلال الشهرين الماضيين بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات الشديدة. نزح عشرات الآلاف بسبب الفيضانات، خاصة في شمال شرق البلاد، أحياء بأكملها في أكثر من 40 مدينة غمرتها مياه الفيضانات وتحولت الطرق إلى أنهار. وقامت السلطات البرازيلية بإجلاء المواطنين المنكوبين باستخدام الطائرات والمعدات الضخمة لإغاثة السكان المحاصرين في المناطق التي غمرتها الفيضانات.